اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة المجلة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر الصائم من أن يقدح صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أهلا بكم متابعي قناة المجلة، وكل عام وأنتم بخير. موضوعنا اليوم عن الأشياء التي قد تبطل صومك وأنت لا تدري، فتابعونا لنعلم سويا مبطلات الصوم كي لا نقع فيها. تقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان المبارك. شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة، فأمر الصائم أن يصوم صوما معتدلا فلا يضر نفسه بالصيام ولا يتناول ما يبطل صيامه. ولذلك كانت المفطرات على نوعين، فمن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فإذا أكل الصائم أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. ومنها ما يكون من نوع الاستفراغ كالاستقاءة والحيض والجماع والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيخرج صومه عن حد الاعتدال. وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأول هذه المفطرات الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم، وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل أو الشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. وثاني المفطرات يشمل أمرين، أولهما حقن الدم في الصائم كما لو أصيب بنزيف، فحقن الدم يفطر لأنه غاية الغذاء بالطعام والشراب. وثانيهما الإبر أو الحقن المغذية التي يستعاض بها عن الطعام والشراب لأنها بمنزلة الأكل والشرب. وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل أو الشرب وإنما هي للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام، سواء عن طريق العضلات أو الوريد، وإن كان من الأحوط أن تكون بالليل. كذلك غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا. والثالث من المفطرات التقيؤ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه أي غلبه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، فمن تقيأ عمدا بوضع إصبعه في فمه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة مثلا أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه فعليه القضاء. والرابع من المفطرات الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عامدا فقد أفسد صومه، أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النبي بعرق فيه تمر، قال: أين السائل؟ قال: أنا.
قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع. والمفطر الخامس هو الاستمناء، وهو إنزال المني باليد أو نحوها، والدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري ومسلم. وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم، فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يمسك بقية يومه وأن يقضيه بعد ذلك، وإن شرع في الاستمناء ثم كف ولم ينزل فعليه التوبة وصيامه صحيح وليس عليه قضاء. وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة. وأما خروج المذيء فالراجح أنه لا يفطر. والمفطر السادس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ومن معاني إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم، لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر، فيجوز التبرع له ويفطر المتبرع ويقضي ذلك اليوم. أما من أصابه نزيف فصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة. والمفطر السابع خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة. وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها. والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك. وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف. وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر، فمنها على سبيل المثال الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح، وكذلك الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك ما يدخل فرج المرأة من تحاميل أي لبوس أو غسول أو مناظير أو أصبع للفحص الطبي، وما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى من منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. كذلك تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، وكذلك المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. هذا بالإضافة إلى غاز الأكسجين وغاز التخدير أي البنج ما لم يعط المريض سوائل أو محاليل مغذية. كان هذا أعزاؤنا المشاهدين كل ما لدينا في هذه الحلقة، فلا تنسوا مشاركتها على مواقع التواصل لتعم الفائدة على الجميع. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر الصائم من أن يقدح صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني إذا اجتمع الناس للإفطار يكتب فلان صائم وفلان صائم، لكن هذا الإنسان يكتب جائع ليس صائما، ليس له من صيامه أجر، إنما أصابه فقط الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه قدح صيامه بأنواع القوادح. قال عليه الصلاة والسلام: من لم ينهه صيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مبينا أن المرء ينبغي أن يؤدبه الصوم، أن يؤدب لسانك وأن يدفعك إلى الطاعة. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك
وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.